في خطوة مهمة للاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج. بدأت وزارة الهجرة في عمل قاعدة بيانات لهم من مختلف دول العالم تمهيدا للتواصل معهم وده لخدمة وطنهم ودخول أفكارهم حيز التنفيذ. المؤكد كمان أن التوجه ده مطلوب وبشدة لعلاج مشكلاتنا المتراكمة في العديد من المجالات. وكمان احنا مش بنخترع العجلة، يعني ليه ما بنستفدش من تجارب الآخرين، خصوصا لو كانت الحلول دي يعني بتمد البلد بالأيادي وبالخبرات المصرية وبتوفر ليها الإمكانيات. وكمان قال الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال زيارة الوفد من علماء مصر لهيئة قناة السويس امبارح، قالت ان اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلماء ورعايته لمؤتمر العلماء اللي كان تحت شعار مصر تستطيع كان حافز مهم جدا جدا لمشاركتهم كمان في بناء مصر في المرحلة الحادية اللي بتشهد مصر فيها أضخم مشروعات قومية في تاريخها. مصر ازاي هتستفيد من علمائها ومن أبنائها، وازاي هتستفيد كمان من هذا المؤتمر اللي كان رائع جدا جدا، وتحياتنا لكل القائمين عليه مؤتمر مصر تستطيع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث، عفوا للبحوث الأسبق. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير. أهلا دكتور هاني، طبعا حضرتك كنت أحد المشاركين في هذا المؤتمر، تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لكل القائمين على هذا المؤتمر، كان شيء مشرف جدا الحقيقة لمصر. خليني أعرف من حضرتك في البداية، إحنا إزاي هنقدر نستفيد من علماءنا المصريين الموجودين في الخارج، وفي نفس الوقت هذا المؤتمر كيف سيؤتي ثماره؟ تفضل يا فندم. والحقيقة طبعا المؤتمر كان مهم جدا، وناقشنا معاهم وناقشنا كلنا التوصيات بتاعتهم وصيغناها في الآخر بصورة بحيث نقدر نستفيد من هذه التوصيات. يعني هو ما كانش المؤتمر الهدف منه إجراء نقاشات أو جلسات، ولكن كان الهدف ان احنا نخرج بحاجة يتم تطبيقها، خاصة في مشروع محور تطوير قناة السويس وفي المشروع زراعة 1,500,000 فدان وفي العاصمة الجديدة وفي النواحي الأخرى، الصحة والبيئة وكلام من. الخطوة اللي كانت بعد المؤتمر على طول حضرتك، وكانت لقاءات مهمة جدا، اللي بتتكون في الوزارة دلوقتي لجنة شغلتها ضمان استمرارية الكلام ده. يعني احنا عندنا مشكلة دايما بنعمل حاجة وبعد كده ننساها. فدلوقتي يعني وزارة الهجرة بتبقاش الحقيقة الوزيرة الناشطة الحقيقة بينا مكرم. يا استاذ انا بستأذنكم، علي الصوت لو سمحتوا. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. كويس كده؟ اتفضل يا فندم. هتبقى في لجنة دلوقتي بشكل حاليا خلاص هتبقى مسؤولة حضرتك عن تطبيق هذه، متابعة تطبيق هذه التوصيات واستمرار التواصل، وايضا اعداد لقاءات اخرى متكررة. يعني ما يبقاش المؤتمر ده وخلاص، لا ده هم ان شاء الله يرجعوا تاني. ليه؟ لان معظمهم بدا دلوقتي يخش في مشاريع. يعني في ناس من الاساتذه العلماء دول بقوا يشرفوا على مشاريع شغاله حاليا في محور تطوير قناه السويس على سبيل المثال. فهي بقى الموضوع ما بقاش بقى لقاء وافكار، لا ده هم ابتدوا يبقى معانا في شغل فعلا. يعني احنا مش كنا عاملين مؤتمر بس لا فقط، لكن لا احنا دخلنا بالفعل في مشروعات على ارض الواقع. مش بس كده، اللقاء بتاع المؤتمر كان فيه ممثلين للحكومه. يعني بيبقى كل واحد حد بيتكلم مثلا على الطاقه، وفي حد من هيئه الطاقه الجديده والمتجدده عشان يبقى في ربط بينهم ويبداوا يشتغلوا. فكان اتصال مباشر، ففي مشاريع فعلا بداوا يشتغلوا فيها وفي مشاريع هيبداوا يشتغلوا فيها. وهو كان الهدف من زيارتهم امبارح لمحور تطوير قناه السويس ان هم يشوفوا على الطبيعه المواقع اللي هم يشاركوا في الشغل فيها، سواء بقى بالاشراف على مشاريع او بالخبرات او بغيره. طيب كمان اتوقع في الفتره اللي جايه ان يبقى في توسع في الاستفاده بعلماء اخرين. يعني دول كانوا 30 عالم، احنا عندنا في الخارج في 35,000 عالم. فبتتعمل دلوقتي قاعده بيانات اكبر عشان يبقى في اتصال بين الوزاره وعلماء اكتر في تخصصات مختلفه. يعني ابتدى يبقى في شغل يعني بجد. عشان كده الناس ساعات بتقول يعني هتعملوا، لا يا جماعه لما تبدا حاجه خطوه زي كده كلنا بقى بندعمها. احنا كباحثين كمان او انا كاستاذ في مركز قانون بحوث واستاذ الجامعات لازم كمان بقى ندعم هذا الكلام بحيث نتعاون كلنا. يبقى علماء الخارج مع علماء الداخل نعمل حاجه حلوه، لان الراجل بره بيجي كل شهر، بيجي كل 3 شهور، احنا هنا موجودين. فيبقى التنسيق بين علماء مصر والداخل يضمن استمراريه الاشراف والابحاث، بس كده
ده يخلق فرصه بقى لابحاث جديده. يعني مش بس تطبيق افكار، طب ما احنا بنشتغل، عارفه حضرتك ممكن تطلعي فكره جديده لمشروع تاني. فده ان شاء الله يحدث الفتره اللي جايه ان شاء الله. دكتور هاني، المفروض ان المؤتمر القادم هيكون حول التعليم. ازاي هيساهم هذا المؤتمر في النهوض وفي تحسين واحلال وتبديل منظومات التعليم اللي موجوده في مصر؟ اتفضل يا فندم. طبعا يعني الحقيقه بمناسبه التعليم، انا لسه امبارح يعني تم اختياري امين عن مجلس امناء مدارس المتفوقين اللي هي ستيم. واحنا لما رحت اول مره رحت طبعا شفت ان احنا عندنا نموذج نوع من المدارس، 11 مدرسه في مصر، ده نموذج جيد جدا. الفصل فيه 20 طالب، مدارس المتفوقين بياخدوا المتفوقين، طريقه الدراسه لا تعتمد على الكتاب خالص، مع ان الطالب بيجمع ثم يناقش مع مدرس، فده يعني نموذج كويس قوي. اعتقد ان هو هيبقى بدايه للتوسع فيه على مستوى الجمهوريه. طبعا حضرتك تتفق معايا اكيد، اي نهضه هتقوم في مصر في الفتره اللي جايه معتمده اساسا على التعليم والبحث العلمي، لان دول هم قطره التنميه. فتطوير التعليم اصبح دلوقتي حتمي وليس اختياري، وده بيبدا من كي جي 1 يعني مش من ثانوي. فتطوير التعليم بصفه عامه الفتره اللي جايه هي ماست يعني زي ما بيقولوا، ووجود استراتيجيه باذن الله واضحه لهذا التطوير خلال الفتره اللي جايه موجوده دلوقتي ويتم تطبيقها، اصبحت عمليه اساسيه. علشان زي ما قلت لحضرتك انا كل المشاريع دي بتعتمد على العلم. هي بالظبط منظومة التعليم لو صلحت هيصلح المجتمع كله بكل المناحي يعني. بالظبط صحيح، في خطوات بتتاخذ، لكن الفترة اللي جاية يبقى في خطوات، مش خطوات بقى خلينا نسميها قفزات، لأن الوقت مش لا يسعفنا. يعني احنا مش في وقت دلوقتي إعداد دراسات وتخطيط لتطوير التعليم، احنا موجود فعلا عندنا الدراسات وعايزين كل حاجة، كل حاجة موجودة وفي نماذج أهي زي مدارس المتفوقين، يبقى حضرتك التنفيذ والتطبيق الفترة الجاية إن شاء الله. دكتور هاني ناظر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.